السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله جميعا. اليوم راح نعمل بس استعراض بسيط عن لعبة البوليس سيموليتر اللي هي بورتبل أوفيسر، اللي هي اللي نازلة تقريبا من سنة ونص. هي نشوف اللعبة نزلت سنة 2021، وهذه اللعبة اليوم منزلين إنه اللعبة صارت فول جيم أفيليبل ناو، متوفرة على عدة منصات منها البي سي والإكس بوكس والبلاي ستيشن 4 و 5. طبعا هذه اللعبة بيجي معها زي سيارة هدية للي شروها أول في الإيرلي أكسس، وهذه السيارة طبعا شكلها زي شكل الجيب، هيك سيارة جيب حلوة صغيرة، إضافة هيك أو هدية من اللعبة علشان اللي اشترى اللعبة في الوقت اللي كانت فيه اللعبة موجودة إيرلي أكسس. طبعا اليوم هي خرجت عن الإيرلي أكسس وبطلت إيرلي أكسس وصارت لعبة كاملة. خلينا نعبر على الجيم ونشوف إيش الجديد. طبعا المنزلين هون عنا في الستيم إنه راح يكون في أبديت زي ما احنا شايفين في بداية 2023، اللي هو الابديت الثامن والتاسع والعاشر، وكل ابديت ايش راح يضيفوا فيه من مميزات. وبتمنى قبل ما يضيفوا مميزات يصلحوا الاخطاء اللي كنا نشوفها في اللعبة، مثل انه اللاعب بعلق في نص سيارة، ما يعني كأنه طالع على سيارة واقف، او اللي انت نازل تحكي معهم من الناس اللي بيكونوا عاملين حوادث بيكونوا داخلين في نص السيارة، يعني دخول عشوائي، أخطاء يعني جرافيك كتير كانت فيها. بتمنى إنه يحلوها أفضل من إنه يضيفوا مميزات جديدة في الوقت الحالي. طبعا هم عاملين فيديو هلأ بيشرحوا عن اللعبة وعن الإمكانيات تبعت اللعبة الجديدة على البلاي ستيشن والإكس بوكس والبي سي. خلينا نعمل بلاي جيم ونخش على اللعبة ونشوف إيش الجديد فيها. نشايف انه نزلوا ابديت تحديدا هلا جديد. طبعا انا فحصت قبل شوي ما كانش في ابديت، الابديت عندي هيو بنزل عبارة عن 700 ميجا تقريبا، 750 ميجا. خلينا ننزله. طبعا اللعبة حجمها 9 جيجا تقريبا، مش كبيرة. نرجع على الستور ونروح على صفحة اللعبة قبل ما ينزل الداونلود تبع الابديت. حابب اشوف ايش في جديد، راح نشوفها معكم مع بعض ان شاء الله. اللعبة حكوا انها راح يرتفع شوي سعرها، بدل 92 ريال او شيكل تقريبا 25 دولار راح تصير 120 او 130 تقريبا ريال او شيكل. طبعا من منطقة لمنطقة بتختلف العملة. طبعا كمان منزلين معها اللي بندل اللي بيحب يشتري بندل العاب، يعني باص مش باص والحرايق الإطفائيات، لعبة الإطفائيات ولعبة محاكاة الجرافات، هذه بتوقع اللعبة حلوة. ومنزلين عليها DLC، شفت أنا أظني اللي هي السيارة راح يبعوها منفردة DLC عن. خلينا نخش الفيو أبديت، الابديت 7.1 نو افيليبل اللي هو. طيب احنا نزلنا الابديت، نخش على اللعبة بلاي جيم. طبعا للأسف اللعبة يعني ما بتدعم اللغة العربية، يعني لا صوت ولا كتابة. بتمنى انه في الايامات القريبة انهم يعملوا ابديت ويضيفوا فيه لغات جديدة. طيب هيا نفتح information data share the bits with private voice، ندعس على F.
شوف هذه الإشارة حطيناها جديد، مش مهم كتير confirm. هاي end of early access. هاي هون بقى حطينا لنا رسالة إنه اللعبة طلعت من early access. كمان مرة accept. خلينا نشوف إيش الإعدادات. نروح على الفيديو نتأكد إنه محطوط الجرافيك على الألترا. نجي على الألترا. في عندك أوتو بشمارك اللي هو اختار لك هاي DLC. بيختار لك الجودة التلقائية على هوا كارت الشاشة اللي عندك. نروح على نيوز نشوف ايش فيها نيوز. مش حاطين اشي. DLC هذه الجديدة اللي حطوها اللي هي عن السيارة هاي الجيب البوليس اللي حكيت لكم عليها. ونشوف قديش حاطين سعرها. مش حاطين. هذه طبعا اعطونا اياها هديه اللي شاريها من الريلي اكسس. هاي سعرها محطوط 10.95 يعني 11 شيكل او 11 ريال تقدر تشتريها. طيب اوكي خلينا نروح على اللعبه. نضغط على لود. كرييتد فيديو اوديو جيم كنترول بي اس ام بي. نعمل اللود. طبعا انا في عندي انا ملفين. هذا صفر هذا صفر. خلينا نعمله ديليت. لا بدناش نبلش نمحي هذا بالغلط. اوكي انا في عندي هون السيفد جيم تبعي اللي هو انا لعب فيه تقريبا 28 ساعة 28 شيفت. بشرح لك قديش نسوي انت اشياء مش عليه. ريلي اكسس سيفد جيم. انا كمان مره نضغط على هذا ريلي اكسس سيف جيم كرييتد ويز ريلي اكسس فيرجن اوف ذا جيمز يوزنج ذا سيف ماي. طيب هذا بقولنا انه دو يو وونت تو سيف جيم اني واي سيف جيم. حط سيف. احنا راح نعمل شيفت صغيره 15 دقيقه عشان نيو شيفت افيلبل. هاي السيارة اللي أخذتها اللي هي الجيب اللي أخذناها هدية اللي بتقدر تشتريها عن طريق الدي ال سي. نعمل عليها كونفيرم. وهي كمان سيارة. هاي فتحونا شغلة جديدة يو انلوك بورتر اكسيدنت مانيج اند كلير ترافيك. فتحونا خيار جديد انه نفضي السير في وقت الحادث. طبعا غير الاشياء اللي كنا احنا فاضيين. خلينا نخش على لعبة على السريع. طبعا بتقدر تختار من اللعبة لما يجيك الخيار زي هذا بتقدر تختار مدة الشيفت تبعتك اللي بدك اياها 15 20 25 30 40 لحد 90 منت يعني لحد تقريبا ساعة ونص. انا خلينا نختار ال 15 دقيقة. نعمل بسم الله ستارت شيفت. طبعا هذا هو المكتب تبعنا اللي احنا قاعدين عليه ناس عارف. طبعا احباء اللعبة بتدعم ايد الكنترول اكس بوكس في الكامل. بتلعب عن طريق الاكس بوكس. الاكس بوكس بنشبك عن طريق البلوتوث في الكمبيوتر وبتلعب عليها بشكل عادي. طبعا هذا هو المقر تبعنا او مقر الشرطة. بتمنى كمان انهم يكونوا صلحوا مشكلة المشاكل اللي كنت نواجهها في اللعبة مثل الشخصيات كتير متكررة وتشبه بعض. اشي نطلع برا ونشوف. هذه المدينة اللي احنا فيها. هاي السيارة اللي اخذناها. هاي السيارة. هدول السيارات اللي بيكونوا معنا لما نفتح المراحل او نعمل ستور. I'll take care of it. خلينا نروح على هذه المهمة. هدول السيارات تبعونا الموجودين. وهي السيارة الجيب الجديدة. ويلكم ويلكم. مرحبا فيكي. سيارة حلوة مرتبة. هذه اللي بيبيعوها في الدي ال سي تقريبا 3 دولار. طبعا لما نضغط على الشيفت تفتح معنا
الخيارات هذه اللي في منها الفرد والخريطة والكاميرا والأرمل اللي بنعمل فيها ستوب والفلاش الموجود على الإضاءة أو الضوء أو اللوكس الموجود على البدلة عندنا المكوية بالليل عشان نشوف أكثر والجن والدار جن والإيد اللي إحنا بنقدر نوجه فيها حركة المرور. خلينا نطلع على السيارة ونشوف. طبعا هذه اللعبة في الإصدار اللي هو مكتوب نشوف هاي الإصدار تبعها 7/3. أوكي مجرد ما نطلع السيارة نجيب السيارة معنا فيها الضغط طريق نضغط رقم 1 نضغط على رقم 2 نشغل الصوت. بعد ما نشغل الصوت السيارات الموجودة بالشارع بتعطينا مجال ان نمرق. 3 زي زنبور عادي في عنا نضغط على حرف R اذا بدنا نوقف سيارة كانت قدامنا نضغط على حرف R ضغطة قليلة بتعطينا السيارة اللي قدامنا اللي بتمشي بالشارع او اللي جنبنا بنقدر نوقفها. طبعا خلينا نروح احنا على المهمة تبعتنا. بسم الله خلينا نشوف جوا السيارة نشوف كيف جوا السيارة موجود. هذه جوا السيارة طبعا شاشة الخريطة موري ده اللي بيحب يسوق يعني من جوا. زي ما انتم شايفين السيارة هاي وقفت وعطتني لأمره. بيعطيني إشارة إنه في هاي السيارة حاطة إضاءة تحتيها عشان أوقف أخلفها. بس خلينا نروح على المهم في الوقت الحالي. وقف الصوت شوي مزعج. يعني زي هاي السيارة ترى كيف دخان. وقف الخليفة عن طريق الضغط على زر R وقف السيارة. طبعا راح اوقفها واخلفها عشان نزل او تطلع دخان. هذا اشي مخالف للقانون. نزل السيارة طيارة عالية. أنا شايف حالي ولا أنا القصير. أوكي مرحبا درايفر دار. طبعا خلينا نشوف هون الخيارات. بس هلا أول ما نوقف في الزبون أو الشخص اللي بدنا نخالفه أو نسأله عن إشي أو مخالفة في عندنا خيارين. الخيار الأول اللي هو الدرايفر والخيار الثاني ليست جو اللي هو بخليه ينطلق. وإحنا نروح على درايفر نختار هو كان يسوق في عنده مشكلة بالسواقة أو السيارة فيها مشكلة. راح نختار السيارة نختار كل شغلة موجودة عليها صورة. يعني اللي بيعرفش إنجليزي هاي صورة دخان. You have been detained for driving a smoky vehicle. زي ما انتو شايفين على الشقة اليمين أعطاني 5 نقاط. Are we allowed to modify our cars as we see fit? أوكي أعطيني الـ ID تبعك. ID and insurance card, please. هويتك. Sure. Here you go, officer. ماخذ الامور ببساطه. خلينا نعطيه مخالفه. اوكي هذا هو الشخص والتامين تبعه كويس. اوكي خلينا نعطيه مخالفه على السياره علشانها بتدخن. كل شيء واضح له صوره تقدر تعطي يعني تعطيه انذار او تعطيه مخالفه. بس انا هذا حابب اعطيه مخالفه. You're being charged and ticketed for between $300 and $400 for driving with the smoking taillight. 300 ل 400 دولار راح ياخذ مخالفه. Really? That is so much money. So much. Okay, let's go. You're free to go. Enjoy your day. طبعا اعطوني 25 اس بي عليها واعطوني نقاط. لنرجع المهمه تبعتنا. حتى المهمه انا تاخرت عليها وراحت. مش
وقت. طبعا كل شيء له وقت باللعبة، كل شيء له وقت. لما بيعطوك مهمة إذا تأخرت عليها راح تشوف أو بيقولوا لك إنه فيش معك وقت. هلا هاي السيارة كمان مختلفة، ننزل نعطيها مختلفة إنها صافي في مكان، حتى لو إنه عنده الإشارة هذه الزرقاء اللي هي تبعت الإعاقة برضه بدي أخذته على الونش. Can you send a tow truck to my current location? I have a vehicle here that needs towing. أعطوني 10 نقاط و10 اس بي. No tow truck is currently on hand. We'll send one. هاي هاي بتشرب، وقفي وقفي وقفي، وقفتك علشانك انت drinking in public. You're being detained for drinking in public. So sorry officer, I had to drink. Would you show me your ID please? Okay. One sec. هويتها كويسة ما فيش فيها اشي، خلينا نعطيها مخالفة علشان بقدر اشوف اذا بقدر اعملها اسجنها عشان لا. اوكي راح اعطيها بس مخالفة علشانها تشرب. I'm going to have to fine you with the $300 ticket for public intoxication. بالله من الشيطان الرجيم، يعني حرام بس لعبة موجود فيها هيك. اوكي اعطيناها مخالفة، يلا باي باي. هاي في سيارة كمان هون عمالها بتدخن، هذا خلفنا هذا خلفنا. اوكي نروح على إن إيش خطر لازم نروح عليه. طبعا مجرد ما اضغط على رقم 2 زي ما انتم شايفين السيارات بيفتحوا لي الطرق، بيفتحوا لي الطريق علشان اوصل باسرع وقت. وصلنا المهمة تبعتنا، هذا السير شايفين يعني زي هذه المشكلة، يعني انه سيارة تعبر في السيارة مرات، سيارة بتسوي سيارة تعبر السيارة، وزي هذا الشخص كيف داخل بالسيارة. بتمنى هذه الامور يعالجوها في الابديت او في التحديثات القادمة. خلينا نشوف ايش المشكلة نحكي معاه. دول Can you tell me what you saw? I forgot to use the turn signal. I'm sorry. طبعا اول شيء بندعس على اشاره السؤال اللي هي هاي، بنساله ايش المشكله، بنعطيه ناخذ الاي دي تبعه. Show me your ID and car insurance please. Sure. Here you go. شايفين لسه المشكله موجوده للاسف. نعطيه. All right. Here's your accident report. There's nothing in this report. نعمل له فحص كحول وشرب. All right. Let me just check to see if you're under the influence of alcohol. للأسف يعني بدنا إنه معالجوا هذه الأشياء. فحص المخدرات. I'll just need to take a sample to determine if you're under the influence of any illicit substances. ما فيش شيء. أوكي نعمل باك ونروح على هذا الشخص الثاني برضو داخل بالسيارة لا. هذا ليش Let me know what you saw. I'm sure I used my turn signal officer. طبعا هذه مشاكل بتشوفوها في ال I need to see your driver's license and registration. طالع فوق طالع تحت، نادر لتحصل بس حصلت. Yeah. Sure officer. معنا هلا، وهذا الاشي يعني راح يتصلح اول على اخر، يعني مش انه هذا راح يكون عيب انه اللعبه ما بتسواش او مش منيحه. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. هذا طبعا ماشي ريبورت از تاف. لا اعمل له فحص للمخدرات. You'll take a test to see if you're driving under the influence of drugs. The person driver under the طبعا هذا عمله بسوق تحت تأثير المخدرات. اول اشي نعطيه الاسس تبعه. Please take your accident report. This seems rather useless. Whatever.
بعدين بعطي مخالفة درايفينج. نشوف كار مش الكار درايفينج. مفيش شي تحت تأثير الكحول انه يعمل له سجن انه مخدرات الكحول. I have to arrest you for driving under the influence of cannabis. Oh, come on! You must be kidding me! نقاط بناديلو. I need to back up here to take a suspect into custody. عشان ياخذوه على سجن او بقدر انا احطه معي بالسياره. طبعا زي ما قلت لكم هذا الشيء اللي بنشوفه احنا هذا مش عيب, هذا بتصلح يعني راح تسووه اول على اخر الطريق الابيض. خلينا نشوف. طبعا بعد ما اعمل احقق معهم لازم اصور الحادث. صور الحادث. في واحد سرق. طبعا هاي السيارة بنفعش تمشي, عشان هيك بدنا نجيب لها ونش. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. وهاي السيارة كمان نفس الكلمة. هذه السيارة كمان مطبشة لازم. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? 5 ناقص مينوس. زي ما انتم شايفين بيجي الشرطة, سيارة الشرطة بتاخد المعتقل بتوديه على السيارة, وبيجوا السيارات تبعون الونش بياخذوا هلا السيارات. انا بقدر اوقف زي ما انتم شايفين ماشي ولا معك خبر. فيها شوية اغراض اللعبة بتصلح, اخطاء مضحك شوي يعني مش اشي بعيب اللعبة يعني. على فكرة هذه من افضل يعني من افضل العاب الشرطة يعني. Help! Thief! هات نشوف ايش ماله هذا. It's not possible to return you your stolen property right now. Here's your report. Thanks for nothing, officer. It's fine. Have a nice day. تروب له الزدان تبعه. غير الفرة تبعتنا. زي ما انتم شايفين الجرافيك فيها حلو, وهذه افضل لعبة شرطة موجودة يعني في الالعاب. يعني في العاب كتير شرطة موجودة, بس هذه افضل لعبة شرطة, وراح تصير ان شاء الله يعني من افضل العاب الشرطة في القريب العاجل ان شاء الله, بعد ما نسوي شوية تحديثات هيك زي هيك زي تحديث مرات طيارة بكون داخل السيارة. طاقم الجرافيكا طبعا الشركة فيها عندها علم بهذه الأخطاء اللي بتصير. هي استعجلت شوي انها طلعت من الريلي اكسس من نسخة البيتا, استعجلت شوي للأسف, بس ما كانش عندها وقت يمكن عشان بدها تنزل لعبتها على الاكس بوكس بلاي ستيشن. هذه طبعا مرابح اكثر للشركة, وممكن مع يعني مع تطوير اللعبة لقدام انه الشركة راح يخش عليها لمصاري بطريقة الناس اللي راح تشتري اللعبة يحدثوا اللعبة وتصير بشكل افضل. طبعا انا هيك خلصت الشفت تبعتي اللي هي 15 دقيقة. نطلع على السيارة تبعتنا. مرات لما يدعس على اف شوي بتعلق ليطلع, هذا الاشي موجود. نروح على ام, بنختار اقرب مركز شرطة عنا اللي هو هون عشان خريطة باي بتتوه, لأنه شكل البوصلة اللي فوق هذا أنا ما بحبه يعني بالدقيق زي الخريطة اللي على الشمال هاي. والخريطة اللي على الشمال هاي ما بتجي إلا إذا كنت أنت راكب بسيارة بس. خلينا نصف السيارة تبعتنا جديدة.
طبعا في عدة مناطق في الخريطة، في شيفت في الليل وفي بالنهار وفي الظهر، في بالسيارة وفي ماشي، كل إشي موجود. As a patrol officer, your duty never really ends. هذا المكتب تبعنا، طبعا كل شيفت لازم نخلصها، لازم نروح على المكتب تبعنا على أي كمبيوتر اللي بيجي لك عليه حرف F يعني انت شيفت. ما هيك بكون خلصنا شيفت واحد 15 دقيقة. كل ما بتخلص الشيفت بيقولوا لك ايش انت خسرت نقاط او ايش ربحت، بيجيبوا لك تفاصيل كاملة. طبعا هذه الخريطة اللي هي موجودة فوق وتحت، بقدر انتقل من محل لمحل زي ما انتم شايفين. في الإشارة هاي اللي بتجي على الخريطة اللي هي هذه زي مشي بالنهار، بالسيارة بالليل، مشي بالنهار. خلينا نروح مثلا نشوف خريطة تانية. 15 دقيقة بس نعمل استعراض بسيط عليها على منطقة تانية عشان يكون عندكم فكرة عن اللعبة. طبعا انا بلعب على كارت شاشة 3050 تي اي. We have reports of a high crime rate in this area. Show police presence and take care of it. اسوس زد 13 على سرعة ريفريش ريت 120 هرتز. الجهاز اي 9 جيل 12900 اتش. What's up officer? What's up? طبعا لما بترد عليها بيعطوك نقطتين. هاي الخريطة ثانية، طبعا تقريبا كلهم مشابهين لبعض، كل الخرائط مشابهة لبعض تقريبا. طلعوا الوضوح، كيف الوضوح تبع اللعبة. انا بلعب على الالترا، نقدر نعطي مخالفات ونشوف، نفحص السيارة. هذه هذه السيارة 21، هذا احنا التاريخ عندنا على الشمال 7/10/2020. هذه 21، كل لون او كل سنة لها تاريخ معين. يعني مثلا شوف سيارة من هي زي هاي، ها هذه من 2019. إذا نعطيها مخالفة علشان هيعطوني 5 نقاط على اليمين من هي رخصتها. تقدر تدفع سيارة سيارة. 21 لون أصفر عشان أنت كمان يسهل عليك. الأصفر 21، هذه أصفر 21، هذه 21 21. طبعا في كمان الباركينج يكونوا صفين استقرار، واقف خطا وصفي غلط. زي هاي السياره ترى وين صفيه على السريع مخالفه. Can you send a tow truck to my current location? I have a vehicle here that needs towing. يعني بدون تفكير وينش. No tow truck is currently on hand. We'll send one to your location as soon as it's available. وهي كمان سياره على الوينش. الصفات هذه يا ابني ممنوعة. هي رينو حلوة، سيارة جديدة رينو، يا سلام. هات نشوف رخصتها كأني شفتها زهري. 19 أول إشي، هاي سيارة مخالفة، خلص رخصتها. هاي ده أول إشي. المخالفة الثانية اللي هي ده، جيب لها وينش. Can you send a tow truck to my current location? خطأ. I have a vehicle here that needs towing. No tow truck is currently on. المدينة بشكل عام حلوة والأجواء حلوة. أتمنى يطوروا اللعبة وتصير
يعني استبل أكثر، تكون اللعبة خالية من المشاكل اللي هي زي شفناها إحنا اليوم. هذا خلينا نخالفه علشان حاطط طالع على الرصيف، نجرب نخالفه مع إنه عنده الإعاقة، نعمل على هاي اللي على اليمين، نختار كل شيء له صورة هاي مبينة، يعني مثلا زي هاي اون سايد وورك هاي يعطوني عليها 5 نقط. بس بتنفعش يعني تخالف انت سيارة هاي عليها لوحة الإعاقة حتى لو واقف على محل منتي المدة، يعني انه يدفع دفع بتنفعش تخالفه، راح يعطوك راح يخصموا منك 5 نقط. طبعا هذه هي المدينة وهذه هي اللعبة والخريطة، استعراض كامل عن طريق اللعب شفناه. بتمنى يكون الاستعراض عجبكم، ما تنسوا الاشتراك في القناة عشان تشوفوا كل جديد، وإذا عجبك الفيديو اعمل لنا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.